السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث قرأته، الحديث بيقول يا عقبة ابن عامر إنك لن تقرأ سورة في القرآن حب إلى الله. يعني تعرف المعوذتين، فضل المعوذتين، سورة الفلق، هو بيقول سورة الفلق والناس، قطعت ألا تكفر الفلق والناس، ما سأل سائل بمثلهما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. يا عقبة قل، قال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، حين تصبح وحين تمسي يكفيانك من كل شيء، أو قل هو الله أحد، عفوا، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ما سأل سائل بمثلهما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. يحسن الحديث. بس انا سأقول في الحديث ده مكتوب فيه ان تقرأ قل اعوذ برب الفلق فان استطعت الا تفوتك في صلاه تفعل. لا لا لا، لا يثبت هذه الزياده. ده الحديث ده صحيح وصححه الالباني. هذه الزياده لا تثبت. طيب يعني يبدو انها مدرجه. مدرجه يعني ايه؟ يعني دخلها واحد من الرواه في المتن، ليست في المتن الاصلي. طيب تمام، جزاك الله. وياكم.